المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجنة القدس تؤكد أهمية المقترحات التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وعودة النازحين وكذا إعادة إعمار المناطق المدمرة. الولايات المتحدة تعلن عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترحا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، وتحض حماس على الموافقة على هذا المقترح. بالعاصمة سيول انطلاق أشغال القمة الكورية الأفريقية الأولى تحت شعار المستقبل الذي نبنيه معا، نمو مشترك، استدامة وتضامن. وستعمل هذه القمة على مدى يومين على بحث سبل تطوير التعاون بين كوريا والدول الأفريقية وإرساء أسس تعاون وثيق بين الجانبين. من أجل تعزيز نفوذ موسكو في إفريقيا، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يستهل جولة إفريقية جديدة بمباحثات في كوناكري مع نظيره الغيني تناولت التعاون العسكري بين البلدين. رياضيا، انضم النجم الفرنسي كيليان مبابي رسميا إلى ريال مدريد الإسباني بعقد لمدة 5 سنوات. النادي الإسباني أوضح أن نجما كبيرا انضم إلى صفوفه.